أعتقد أن الأداء للتيار الإسلامي ما بعد الثورة يحتاج إلى أن ننظر إليه من عدة جوانب. أولا أن هناك يعني حاجات إيجابية كتير حصلت في الفترة اللي فاتت، وأن هناك أيضا سلبيات تحتاج إلى ترشيد وإلى أن يرفع جرس الإنذار تجاهها. وأيضا كذلك أن احنا نلاحظ شيء، أن هذه المرحلة مرحلة مرت بها أحداث جسام في مصر، وأنه يعني من يريد أن يعني يحكم على الوضع في مصر، هذا الوضع لو كانت دولة مستقرة وقوية لعانت كثيرا مما حدث في مصر في الفترة الماضية. أنا أرى أنه التيار الإسلامي في مصر مؤهل لكي يستفيد من تجارب كثيرة مر بها في الفترة اللي فاتت، وأنه المرحلة القادمة ستشهد درجة أعلى من النضوج السياسي والنضوج في التعامل مع المعارضة. كانت لك كلمة استوقفتني في إحدى مقالاتك، قلت فيها حماقة استعراض القوى، وأعتقد أنك كنت تتحدث عن ما سمي بجمع تطبيق الشريعة. صحيح. التي رآها البعض استعراض لقوة التيار الإسلامي، لكن ذكرت كلمة حماقة استعراض القوة. أنا في ذلك الوقت كانت قبل يعني حدوث هذه الجمعة كان لي رؤية أن التيار الإسلامي في مصر يحتاج دائما أن يكون ضمن التيارات الأخرى في النهوض بالمجتمع المصري، وكنت أحذر من أن يعني نلجأ إلى فكرة استعراض القوة في مقابل بقية يعني أطياف المجتمع المصري، وهو موقف أنا لازلت أراه موقف مهم جدا، أنه أي تيار في مصر لابد أن ينحاز إلى قلب مصر وأن يكون معبر عن قضايا الشعب المصري، وألا ينفرد أبدا بمحاولة إبراز أنه الأقوى بل أنه الأفضل في خدمة مصر. لا أستطيع يعني أن أنهي بالطبع قبل أن نتحدث عن موقفك من أو رؤيتك للعالم الخارجي وتحديدا الولايات المتحدة، على الأقل في ضوء ما حدث في قضية التمويل الأجنبي. صحيح. يعني أحد أركان مشروع الحملة الرئاسية للدكتور باسم خفاجي هو إعادة التموضع لمصر، أو يعني وضع مصر مركزي في موقف مركزي صحيح بالنسبة للمنطقة الإقليمية وبالنسبة للعالم، وهذا يستتبع مباشرة أن احنا في علاقتنا بالغرب وفي علاقتنا بالولايات المتحدة بشكل لأكثر تحديدا لابد أن تظهر فيها عدة محددات، من أبرزها الندية في العلاقة، من أهمها أنه مصر ليست دولة تابعة لأحد، كذلك من المحددات أن مصر لا تحتاج أن تتلقى المعونة من أي دولة من دول العالم. مع فكرة إلغاء المعونة أو عدم يعني طلب المعونة؟ أنا مع فكرة أن تبحث آليات وصول هذه المعونة للشعب المصري، وسيكتشف الشعب المصري أنه مبلغ قليل جدا من هذه المعونة هو في الحقيقة الذي يصل إلى الشعب المصري ويستفيد لكن منه. لا تنسى أن هناك أكثر من 1.3 مليار معونة عسكرية، وهي يعني القيمة الأكبر من المعونة. مصر دولة قادرة على أن يكون لها قوة رادعة تمول من الشعب المصري بشكل رئيسي، لأن مصر ليست دولة هامشية. مصر لا تحتاج إلى دعم خارجي لكي يكون لديها قوة رادعة تستطيع حماية حدودها، ده وهم يقدم لنا. لكن من الممكن أن يحدث حالا الآن بعد أن تتولى منصب الرئاسة تقول نحن لسنا في حاجة إلى المعونة الأمريكية بشقيها العسكري والاقتصادي؟ أنا لا أقول هذا، أنا أقول أن نحن في حاجة إلى استقلالية تامة بدرجة 100% للقرار المصري السيادي، القرار المصري العسكري. أي قرار يتعلق بالمصالح الاستراتيجية العليا لمصر لابد أن يكون قرار مصري 100%، لا يحتاج أن يعتمد على أحد بعد الله سبحانه وتعالى، ويحتاج أن يرجع دائما إلى مصدر قوته الرئيسية وهو الشعب المصري. يحتاج أيضا أن يعني يأخذ مساحة حركته الطبيعية يعني في المجال الشعب الحالي. المصري يعني مثلا مسألة المعونة المصرية التي فجرها فكرة أو المبادرة التي تحدث عنها الداعي الإسلامي محمد حسان، هل ترى ذلك بالفعل بديل عن المعونة الأمريكية؟ أنا لا أرى بديل. أنا أرى أن إحنا نحتاج إلى رؤية قبل أن نحتاج إلى مشروعات، والمشروع الرئاسي لنا يتحدث عن رؤى أكثر مما يتحدث عن مشروعات. الرؤية الأساسية أن أنا أريد استقلالية مصر تامة، أن مصر مستقلة حرة عزيزة ليست تابعة لأحد. وعايز أقول لحضرتك حاجة، لو نظرنا في السياسة العالمية النهاردة لوجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر احتياجا إلى مصر من احتياج مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أنا عايز أحط أساس جديد للعلاقة، وهو أن مركزية مصر في الدور الإقليمي بتاعها تستدعي أن أمريكا هي التي تهتم بعلاقتها بمصر أكثر بكثير من اهتمام مصر بعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية. وعلاقتنا مع إسرائيل واتفاقية السلام المبرمة كيف تراها؟ نحن لسنا في علاقتنا بالكيان الصهيوني، نحن لسنا على طرف حياد، نحن منحازين انحياز تام أولاً
للشعب المصري الذي يرى أن انحيازه للقضية الفلسطينية ولمصالح الشعب المصري الفلسطيني هو انحياز لا رجعة فيه، وهو انحياز يمثل جزء من هوية المجتمع المصري، وبالتالي لا يمكن لمؤسسة الرئاسة التي يرأسها الدكتور باسم خفاجي أن تتخلى عن انحياز الشعب المصري لقضية فلسطين. نحن في هذه القضية لسنا محايدين. يعني ده معناه إيه؟ هتقطع يعني ما هو المزاج الشعبي أميل لقطع العلاقات مع إسرائيل، المزاج الشعبي أميل إن إحنا بكرة ما يبقاش في حاجة اسمها اتفاقية سلام. ده ممكن المزاج الشعبي في بعض الأحيان في حالات الاعتداء على غزة بيكون أقرب للحرب على إسرائيل وإعلان الحرب على إسرائيل. هل أنت ستكون أقرب لهذا؟ أنا سأكون أقرب إلى المصالح الاستراتيجية المصرية في كل الأحوال، وإلى السماع بوضوح لرسالة الشعب المصري. رسالة الشعب المصري ليست رسالة عدوانية، رسالة الشعب المصري هي رسالة قوية توجه إلى كل خصوم مصر: كفوا أيديكم عن مصر. رسالة مصرية قوية تصدر من الشعب المصري: كفوا أيديكم عن أصدقاء مصر. الانحياز الشعبي المصري إلى الشعب الفلسطيني انحياز لا غبار عليه، وكلنا معه، وأنا شخصيا أعتز بهذا الأمر، وأرى أنه هذا لا يمنع إطلاقا من وجود علاقات دولية سوية لمصر بكل الدول التي حولها، ولكن هذه العلاقات تنطلق من نقطة أساسية وهي عزة مصر وعزة القرار المصري، وأن مصر لا تحتاج أن تخشى لا من الكيان الصهيوني ولا من أي كيان على وجه الأرض. لمن تحمل مسؤولية ما حدث في موضوع تسفير بعض المتهمين الأمريكيين فيما يعرف بقضية التمويل الأجنبي؟ إلى الإدارة المصرية. من تحديدا فيها؟ الإدارة المصرية، المجلس العسكري، المجلس العسكري ومجلس الوزراء. وإلى حد ما أنا ألوم مجلس الشعب والشورى أنه لم يعلن حتى الآن عن موقف رافض بمنتهى القوة. هذه هي مؤسسة الشعب، هذه مؤسسة الثورة، ولا بد أن يخرج من مجلس الشعب ومجلس الشورى ما يقنع المصريون أنهم فعلا قد اختاروا الاختيار الصحيح. أنا لا أريد أن ينفصل البرلمان عن الثورة، لأن مشروع نهضة مصر هو مشروع يقوم على ركنين وعلى قدمين: الثورة والبرلمان. فكرة الخروج الآمن للمجلس العسكري بعد انتهاء يعني بعد 30/6 كيف تراها؟ أنا لا أقبل بفكرة الخروج الآمن، لأنها كلمة يعني تشير إلى جريمة. أنا أعتقد أن المؤسسة العسكرية المصرية طلب منها من الشعب المصري أن تقوم بمهمة، هذه المهمة تنتهي مع انتهاء الانتخابات الرئاسية. المؤسسة العسكرية المصرية مؤسسة لا تنتج خونة، قد تخطئ في حساباتها السياسية، قد تقع في أخطاء سياسية فادحة أو قليلة أو غير ذلك، ولكن نحن مع عودة المؤسسة العسكرية المصرية للقيام بدورها الطبيعي في الحياة المصرية، وهو الدفاع عن المصالح الاستراتيجية وليس العسكرية. الحياة السياسية، المصالح الاستراتيجية العسكرية العليا لمصر، حماية حدود مصر، هذا هو الدور للمؤسسة العسكرية المصرية. نحن مع أن تكون لمصر قوة رادعة وأفضل جيش موجود في هذه 30 المنطقة. عضو ولا 30 ألف تسلك أي طريقة علشان الترشح؟ 30 عضو من مختلف أطياف المجتمع المصري يمثلوا مؤسسة الرئاسة التي يكون فيها الدكتور باسم خفاجي رئيسا لكل المصريين. شكرا جزيلا دكتور باسم خفاجة، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. أشكر حضرتك شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.